مملها شركه دهاس بدروري ام عبد الرزاق ابراهيم محمد ايا وحا وسياده غا جوابي هذلك كسو يري مانتا وزير وزاره دهولها غوديه غريانت سومالان عبد الرشيد حاج الدعاله قنبي وحانا او كتلمامي هذلكاس انو يميد وحبا كما جيران اسلام مرهانتنا ايده ما هسه لا خيرين شركه دهاس بدروري ام اي مال جليسو جبهداسي الا غدا وقت ديغانده هوسي ما دم مغالده بو هودلي اس اس سي انيسن وحبا كجيرين وحانا او سيده كلا مملها شركه دهاس بدروري ام عبد الرزاق ابراهيم محمد ووعدكم مري إن وزيرك وزارة دهولها قدية قريينة الصوماليلان أي محكمة ده هي الشرعي قد دلك اللتي قصان دوران كهاسهانة عبد الرزاق إبراهيم محمد مامولها الشركة دهاس بدروليام وقيبك مدور بهين توقو الرمي حفيز كيسا يوحى هذا الذي سيكم دها إذا ما أنت عنكو قبان إنه حفيز كيغا إن كمباني قهاس بدروليام وكولي هي مقالة ده هرقيسة وحود دبا صعدا شرچ رائد أو ما أنت أو قبطي وزيرك هولها قد iy guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi shirkaas oo waxyaabaha uu kaga hadlayay oo ku soo qaaday shirkadda Haas kuna eedeeyay jariimad runtii mujtamaaca reer Soomaaliland iyo dhammaan Soomaali meel joogtaba ay la yaabtay oo shirkadan runtii ama kaab ku noqday anoo ku hadlaya markii hore magaca shirkadda Haas Petroleum أهنا مدح حقود أوجس رأي شركة ده سومالان وحان بلشاد غير سومالان وعدينا يا إن أي تهاي وركا وزير كشجع إن أي هيد جريمة كدنا شركة ده هاس بتروليوم أينا هيد دولان قاون أو وزير كوكو قاعدة شركة ده هي جناحسجة هي جود أهم بدت كا كمبنية ده وين يدل كم حقوق الكوا وحان ماشة كسارية أو أن ترتريا إن أي هوا يراته wax yar iyo wax badan midna ay ka jiraan waxa wasiirku ku hadlay uuna ku eedeeyay shirkada in magaalada Buu Hoodle oo aanan anigu shakhsiyan waligaa arag meel ku taalo shirkadayduna wax xafiis iyo wax shaqaala midna ku lahayn in ay dhibaatooyin ka jireen shirkadu la kuleedahay arinta markii hore waxaan daadafaynayaa inay tahay meel ka dhac ganacsi inay tahay mid diplomat oo ah wasiirka oo ah وهالليي يعني إنه مزول يهاي أو قرن كان كمدي هاي أرنتا يدا إنه هنتي وسي أن أن قبشلا هاي إنه جبر يري شركة دوحة وكل كعي فعل كأيوه ماشى أن عمر الدونة لما مجتمع عرير سومالي لأن شرفت له لما ضد كيد جيسنا يا سومالي يدبا وحن ربعنا أنا عديه سي حنداب أدق لوجود دوا شركة ده هالجناسية لما مالجشريا شدلكا aan mar dambe ciyaar isaga dhicin in arintan shirkadu ay u mar doonto xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaala in wasiirku uu qaadi doono responsibility ga waxa uu ku hadlay iyadoo aan u marino maxkamadaha dalka iyo xeerarka dalka u yaala hadii uu cadeyn waayo laga rabo isaga in ay uu jawaab ka bixiyo ama in wasiirku uu keeno cadeyn u qalanta oo shirkadu ay noqoto ta qaada responsibility ga iyo wixii wasiirku ku eedeeyay إذا ما هنوع عنه وإذا ما دديوجا يكمنيه ده وين مركّق قار أي وجهان يده أي سلك كهاي صو وحيابك قارة أو آذو هوسيو عن ربنا هل كان إنا كشيو جمانتها لكن وحنا ربع مدة سير سومال الآن وشركة ده هاس بتروليوم أقون في عنولة وشركة ده أي تاع شركة دي عن ككو أهاي مالجش يقدر كان أو أي تاع شركة ده شقة أبور كيقدر كان كلية لما تشرتو مركز لقاها اللي يو دين عيادة أي كشقيسو